وجماهيرها المحبينها محبين لجولة. هذه جولة تضرب بيد من حديد على هذا الشوط الرئيسي لتختطف ناموس الشوط ولتختطف المركز الأول، وأيضا تهدي هذا الناموس لهجن الشحانية لمحبين الشعار العنابي. ولله درك يا شبل، لله درك يا شبل على هذه المواصيل التي وصلت إليها جولة. وسلام يا جولة، سلام سلام يا هجن الشحانية، سلام سلام يا العنابي، سلام سلام يا الأدعم، سلام على هذا العرض الجميل دون أي تعليمات. والتوقيت في خطر أيضا، ستسجل توقيت زمني ممتاز ممتاز وبدون أي تعليمات وبدون أي أوامر. هذه جولة تصل محققة المركز الأول وبدون أي منافس على الإطلاق. تهانينا والناموس لهجن الشحانية، والتهاني للشبل جابر بن سالم بن فاران. المركز الثاني قمة من أجل الشحانية بقيادة سالم بن فاران. وهني هجن الشحانية على انتزاع موفي هذا الناموس. ولكن المركز الثاني مشوش قادم، مشوش قادم على المركز الثاني مع شبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري. وهذا هو موفي، أعود لأهني هجن الشحانية أولا على انتزاع موفي وانتزاع أيضا الشوط الرئيسي الأول مع جولة. هذا هو موفي لحظة وصوله إلى خط النهاية بكل ثقة، يقوده مشاغب المضمرين محمد بن خالد العطية. وفيت وكفيت يا العطية على فوز موفي بالمركز الأول وانتزاع لنقطة الشوط الأول الخاصة بالثنايا القعدان. تهانينا والناموس، هذا هو مشوش حصل واحتل المركز الثاني، ما قصر. هذا هو مشوش المركز الثالث. المركز الثاني الدوحة، وشعار سعد الشيخ سعود بن فهد العزيز الثاني، والمضمر ملحان بن راشد بن حبيبة. المركز الثالث، أوه وصلت الكحيدية، وصلت الكحيدية لأول نداء. هجن الشحانية والشبل جابر بسالم بن فاران يقدم لنا الكحيدية اللي بدأت تنطلق بهذه اللحظات وتنطلق مع المركز الثاني. الكحيدية وجزلة، جزلة والكحيدية، ولكن الكحيدية تغير مجريات هذا الشوط لتفعل كما فعلت أيضا جولة. جولة وهذا الشعار اللي سوى له جولة، سوى له لجة في هذا المساء مع هذا المضمر، مع شبل المضمرين جابر بسالة بن فاران مع أول المراكز يظفر بناموس هذا الشوط. والنقطة الثانية في هذا المساء لصالح هذا الشعار، نهني هج الشحانية، والثانية للشبل جابر بسالة بن فاران. المركز الثاني ما قصر الجزء لهج الشحانية. المركز الثالث وصلت مثل القطالة دفرنا، لولاها مثل القطالة دفرنا. محمد بن خالد العطية ينضم إلى الصدارة، ينضم إلى ركب المقدمة، هنا يشكل الثلاثية. ولكن الله، من الواصل، من القادم؟ متابع أيضا الذهبي قادم، هنا يقدم الوعب لهجن الشحانية سالم بن فاران المري. الله، رباعية مميزة، انطلاق مميز، ولكن الفارس مياس هنا، القادم في هذه اللحظات. الله يا العطية، هنا اختطف أيضا مع صنديد، اختطف الصدارة، انطلق، ولكن هناك القادم، الوعب، ولكن الله صنديد هذا. أم هناك الانطلاق، التحدي، الوعب، صنديد والوعب، الوعب وصنديد، ولكن الوعب هنا غير على الصدارة مع اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللذهبي سالم بن فاران. ثاني المراكز صنديد لهجن الشحانية، أيضا المشاغب محمد وخالد العطية، وثالث زيارة على الصدارة. المركز الثاني أتابع ذرغامة تشكل الخطر لهجنة الشحانية مع الذهبي سالم بن فران المري. ولكن زيارة أعلنت الانطلاق، أعلنت التحدي في هذا الشوط مع العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، يقدم لنا
زيارة على أول المراكز منعنا الفوز من هذه اللحظات مع 300 متر الأخيرة، والحزام الأخضر يقترب يقترب يقترب، والمنصة الرئيسية تقدم هذا الانطلاق مع هذا التحدي مع الذهب العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وشعار هجنة الشحنية، الشعار الأدعم الذي يتواصل بالانطلاقات بالتحديات. هنا المركز الأول مع زيارة لهجنة الشحنية، تهانينا تهانينا والنموس للمؤسسة العملاقة مؤسسة هجنة الشحنية على فوز زيارة بالمركز الأول، والتهاني إلى العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. المركز الثاني وصلت فيه صير مع 600 متر الأخيرة خاتما هذا الشوط وختامها مسك البصير. يا بوي على البصير وعلى اندفاعة البصير الأخيرة، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله على هذا العرض الفريد، على هذا العرض الجميل، على هذا الأداء الممتاز. وافق عصاها من عصاها لا تطير يا سالم بن فاران، هذا سبوق لا يبغي كثير ولا قليل، ما شاء الله تبارك الله على هذا العرض 200 متر. وأحلى تحية لمحبين الشعار العنابي، وأشكرك يا الذهبي، أشكرك يا الذهبي على هذه المواصيل التي وصلت إليها البصير. قام راس ونهى راس والعصا في البطان والآلي محنة التحنيط ولم يصدر عليها أي تعليمات، تهانينا والناموس لجن الشحانية ولي المضمر الذهبي سالم بن فاران المري. المركز الثاني مشرف من لجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية. المركز قدمنا شوي عند مصيحة، شوفوا مصيحة مصيحة مصيحة، ولكن الجذابة الجذابة والفائزة وصلت الفائزة وصلت الفائزة، يبغي لها وشوشة شوي، يبغي لها مصيحة، يبغي لها كلام قبل مصيحة. يا سلام مصيحة على المركز الأول، على المركز الأول، الله الفائزة وصلت، وصلت الفائزة، الفائزة انتقلت انتقلت انتقلت. يا جماعة ما حركناها مصيحة، والله والله على كيفها مروحة. مصيحة على المركز الثاني ولكن المقدمة، وهني أولا هجن الشحانية على انتزاع الفائزة نقطة هذا الشوط مهدية ناموسا جديدا مع هذا المساء، والنقطة السابعة لهجن الشحانية مع الفائزة، تهانينا والناموس لهجن الشحانية ولشبل المضمرين جابر بن سالم بن فاران المري، تهانينا والناموس. المركز الثاني، المركز الثاني أول المراكز إحدى النوعيات النادرة اللي سيطر على مجريات الشوط منذ الانطلاق منذ الانطلاق، وهذا هو الباز يقود الأسماء يسيطر على أول المراكز. هجن الشحانية من تمتلك هذه السلالة ومن تمتلك الباز والأسماء اللي مرافقة الباز بهذه الانطلاقة، وسالم بن فاران المري الذهبي يتابع يتابع الشيبة الشيبة بعمل التضمير. الله انطلق الباز انطلق الباز ليحظى بهذا الباز سلالة المسافات سلالة الانطلاقات سلالة يتمناها الجميع، وأنا خصيصا أعلق على ماركة الباز حبا وعشقا للباز وسلالته. المركز الثاني وصل مشاهدي الكرام بين لهج الشحاري. المركز الثالث وصل هزب الهجم لها مثل القطارة دفعنا اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة والحاسمة الجساسية، ولكن الخطورة قادمة، الخطورة التماس التماس، وهنا شهبار شهبار التماس، ولكن أتابع الطيارة رابعا. أعود إلى البداية، أعود إلى الجساسية الجساسية، التماس هنا وصل وصلت التماس هنا أيضا بإشعار هجنة شحانية، ويقدمها الشبل يقدم ثنائية مميزة على البداية على الصدارة من خلال تواجدي
الالتماس والجساسية. الله يا التماس، التماس الناموس هنا مع هذه اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس لهجنة شحانية وللمضبر جابر بن سالم بن فاران الشبل هنا مع لحظات الوصول ثاني المراكز. كان الوصول ثاني المراكز من شهبار لهجنة شحانية، سالم بن فاران ثالثا الوصول من الجساسية لهجنة شحانية، ورابع المراكز كان الوصول التحدي هنا الكحيدي واصل، وايضا قدوم من مختار على ثالث المراكز لهجنة الشحنية مع الشبل جابر بن سالم بن فاران المري. والمركز الرابع يا سلام الغيص لهجنة الشحنية مع المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن عودة مشاهدين الكرام، عودة مع الصدارة، عودة مع المركز الاول. هنا ينطلق منذر بدون اي اوامر بدون اي تعليمات، والعصا قوس يا سلام يا سلام، العصا زالت في الابطان مع منذر على المركز الاول، منذر مع الامتار الاخيره والحزام الاخضر. هنا يستقبل منذر على الصداره، يستقبل منذر يا سلام، بدا ينطلق مع اللحظات الاخيره. هذا هو منذر لهجنة الشحانية مع المضمر الذهبي سالم بن فاران المري، قدم منذر في هذا الناموس. تهانينا والف مبروك لهجنة الشحانية على فوز منذر بالمركز الاول. المركز الثاني القحيدي لهجنة الشحانية، المركز الثالث وصل فيه شعلة هنا قادمة مع ثاني المراكز لهجنة شحانية. سلطان الوهيبي هنا قادم مع ثاني المراكز، ثالث الأسماء الذخيرة لهجنة شحانية. ولكن أعود إلى البداية، أعود إلى مريفة، بسم الله ما شاء الله على هذا الأداء، على هذا الانطلاق المميز هنا مع مريفة. مريفة قامت الشوط راس وانهت الشوط راس. الله يشبل، الله يشبل، ولكن الخطورة، الخطورة، الخطورة. الله الله الله، شعلة 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 قادمة مع ثاني المراكز لهجنة الشحانية، سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. ولكن الشبل هنا ينطلق، يقدم مريفة مع شعاري هجنة الشحانية، الشعاري لدعم هنا مع اللحظات الأخيرة، لحظات الوصول مريفة إلى خط النهاية، معلنة الفوز بالناموس. تهانينا والناموس لهجنة الشحانية ولجابر بن سالم بن فاران ثاني المراكز. كان الوصول من شعلة لهجنة